السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد. النهاردة هوريكو بالفعل على أرض الواقع إيه المذاكرة بتاعتي. تمام، أنا ذاكرت 11 ساعة وصليت تراويح وكمان ختمت جزء في القرآن. أنا اللي على الوضع ده كان كل يوم صراحة، يعني ولا حتى بشعر بعطش ولا أي حاجة من ده كله. يلا بقى نخش ونشوف الفيديو. أول حاجة ما تنساش الاشتراك في القناة والصلاة على سيدنا محمد. أول حاجة بدأت صلاة الفجر بعد السحور، تمام، وبعد كده بدأت إن أنا أنام، تمام، من الساعة كانت 4 لحد 12:30، تمام. بعد كده هكون نمت 8 ساعات نوم بالتمام والكمال وبس كده، وبدأت ان انا اذاكر. طيب انت بقى لو عندك دروس، تمام، في السنتر او اي حاجة يعني، فانت بتكون بتروح، لكن انا عندي الدروس كلها اونلاين. واحلى حاجة في رمضان يعني ولا تنزل دروس ولا بتاع. تمام، انا هنا بقى قعدت اذاكر، كنت بذاكر فيزياء، تمام، فضلت بقى اذاكر اذاكر اذاكر. طبعا انا مش هصور ذاكرت 5 ساعات من الساعة 12:30 لحد الساعة 5:30، 5 ساعات، تمام. مش ما صورتش ال5 ساعات كلها، صورت كده في بداية اليوم كانت الساعة 12:30، فضلت بعد كده أذاكر، تمام، لحد كده 5 ساعات، الساعة 5:30، وبدأت إن أنا أقرأ قرآن. أهم حاجة تختم كل يوم جزء علشان ربنا يبارك في المذاكرة. كده يكون قرأنا قرآن لحد ما جت الساعة 6:45، أذان المغرب. وأذان المغرب في الشارع كده، لو بصيت في الشارع مش هتلاقي ولا واحد، تمام. وأنا شربت تمر، وبعد كده دخلنا على صينية البتاع ده. اوعى تكون صايمة اهم حاجة. وهنا كان بعد الفطار، كان خلاص يعني قربت انام، لكن انا بعد كده ادنت العشاء، نزلت علشان نصلي التراويح. لازم نصلي التراويح برضو، نصلي التراويح كلها. وبعد كده هنا رجعت من الصلاة وطلعت على طول، وكده نكون صلينا صلاة التراويح. بعد كده جبنا كوباية شاي علشان نصحح صح كده بعد الفطار، ونرجع تاني إلى المذاكرة. كده جت الساعة 3 قبل الفجر، كده 6 ساعات كمان، كده 11 ساعة، تمام. بعد كده خلاص كده بتعيد اليوم من تاني صلاة الفجر، وبعد كده تنام وبس كده. ما تنساش بقى اشتراكك في القناة، اهم حاجة عشان نشوفك تاني. وصلى على سيدنا محمد، سلام.